جواز باللزجه يا جماعه، يعني دي اول مره الكلبه دي تتجوز عندنا، واحنا دلوقتي بنبدا بقى نكتب اسماء الكلاب وبياناتهم على اللزج تمام، ونحطه على البوكسات بتاعتهم والحيطه. كنا بنجمع في اجندات، بس دلوقتي طبعا انتوا عارفين ان احنا بنجيب عدد كتير من الكلاب، فبنجوز كلاب كتير، فطبعا بنضطر دلوقتي نعمل ايه، نعمل لزقه اهي تمام، ونكتب عليها بيانات الكلبه اتجوزت امتى والكلام ده. واهم شيء لما تجوز كلبتك احسب لها من اول جوازه، احسب لها من اول جوازه. صباح الفل يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ بقى سيمبا قلنا نرجع نشتغل تاني بالنهار زي ما كنا، لان الموضوع بتاع بالليل ده ما جاش معانا عشان التصوير. اسفين يا جماعه ان احنا لخبطنا لكم المواعيد في اول رمضان كده، يعني احنا قلنا نشتغل بالليل علشان نبقى واخدين راحتنا في الشغل، لكن ما قدرناش عشان التصوير، يعني التصوير كان عقبه بالنسبه لنا بصراحه. النهارده بقى نعتبر بدانا نشتغل بالنهار تاني، واخرنا في المزرعه بيكون لحد الساعه 4 تمام. سيمبا احلى تحيه لاخويا وحبيبي الونش، تعالوا نشوف سيمبا كده، ومعانا بعد كده رامبو، ومعانا سيزر، ومعانا نجم. اما بقى بوتشر النهارده فاجازه عنده شراسه، يعني هو مش داخل معانا في الموضوع بتاع النهارده. احلى نجم، رجعنا بقى تاني عشان ايه بالنهار برضو، النهار الشغل بالنهار برضو له قيمة يعني. بيعمل كده، اطلع فوق اطلع فوق دي بقى. انا هعلمها له اللي بيه اللي هي تعليم الاطفال ديت، اللي هي كل شويه يجي رجع تعال. لا واحد بيرن عليا يقول لي الكلب ده انا مدربه 100 من اجوار مدرب الكلب، انا مدرب الكلب ده مالي. ادي ده طبعا تدريب واضح على الكلب بيعمل ايه، ان الكلب مش منتبه للايد، مش منتبه للاشارات للحاجات دي كلها، بس الحمد لله كل ده احنا بنقراه. تعال شاطي. طبعا الفكره كلها احنا نحب نربط الكلب بالايد. تعال تعال خد شاطي، اقعد يلا، برافو سل، انزل تحت انزل تحت، برافو تعالى رب، برافو اقعد شاطي. لا ما هو انت لما تيجي وترجع تاني الحبه اللي انت بتعملهم دولت اللي هو تدريب بتاع الراجل اللي فات ده مش هينفع. ماشي تعالى شاطر، اقعد برافو
ان انت تجيلي وترجع تاني بسرعه كده، دي حركه ايه؟ مدرب استرالي. تمام، خلينا في الفلاح. تعال شاطي، برافو، ما تغيرش وشك. تعال تعال شاطي، تعال عرب، برافو. ايوه كده، اصعب حاجه في التدريب التصليح، التصليح في التدريب. اهي الحركه دي، دي حركه كلب بلدي من جلب الغيطان والاراضي الزراعيه. صح، تعال شاطر شاطر، تعال شاطي رامبو، برافو شاطي. انزل تحت، انزل تحت، يلا تحت، اطلع فوق شاطي. تعال يا رامبو، شاطي شاطي، انزل تحت، برافو. على انزل يا دحت، كلب الشاطر اللي تلاقيه لما تيجي تمديله تلاقيه واقف جنب رجلك، مش جاي ويجي واخد لفه ويجي راجع تاني، بيعمل دوران كده كنا عربيه امام بتضير الكسحه بتاعتها. طبعا ده غلط. تمام، وكمان لما تلاقي فيه كلب بقى يعني عنده نقطه غباء واضحه جدا في الشغل بتاعه، وتلاقي حد يرن عليك يقول لك ايه، والله ده الكلب ده انا مدربه لصاحبه. فين يا باشا؟ برافو شاطي. معنى كده ان الكلب بيخاف ان هو يلزق جنب رجل صاحبه لان في حاجه غلط، وزائد ان في تعامل اطفال كمان، دي عقبه. خد تعال شاطي، شوفوا هنا كده بدانا اهو، ما عادش يروح ويجي بعيد. شاطي، تعال جنبي هنا شاطي، شاطر رامبو، سل خد. خد. انزل تحت. تاني.